تحت يا عسكري. اسمع هذا العسكري. عسكري خالد، ابو خالد ترفع لك والله. قول ابو العبد. ابو العبد عم ابو العبد. العبد يا اخي بس اقعد انت طب يلا اعطيه صوره كلهم يقصوا. انا باعتقادي انه في هناك اراده قويه لدى منظمي الاسطول ان هم حيصلوا وان هم لن يترددوا في ان يخوضوا ان شاء الله هذه الرحله. مصطفى لا تعتقد انه يعني اعلان بنكي مو قد يشكل خطأ صغير؟